مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة الخبز العراقي بدون تنور. عندي كوب ونص مي فاتر، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة سكر، 3 معالق طعام زيت نباتي، ملعقة كبيرة خميرة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط الملح، السكر، الخميرة. بعد ما حطيت هول المقادير مع بعض بخلطهم. هلأ بعجن بالمي. بسم الله. بحط المي كلهن. بس عجنتهم وصاروا بهيدا الشكل. هلأ بحط الزيت. بسم الله. كمان بعجن. هلأ بغطي العجينة وبتركها نص ساعة لتخمر. بعد ما خمرت العجينة بهيدا الشكل هلأ بدي بلش الطريقة أنا وياكم. بسم الله. رش طحين، بعمل العجينة بهذه الطريقة، حطها على طحين. بهذا الشكل. بسم الله. بس عملتها بهذا الشكل عم حمل غاز. هلا بحطها على الغاز بالمقلاي. حطيتها بالمقلاي. بحاول احطها بالمقلاي هي والمقلاي سخنه. كل ما كانت حاميه المقلاي كل ما طلعت انجح الخبزه. شفتوا كيف؟ هلا قلبتها لتستوي شوي من الاسفل. بتأكد كيف صارت. هيا هلا بشيلها وبكفي هوليكي نفس الطريقة. هذا الخبز العراقي اللي عملته انا وياكم بدون تنور. خبز كتير طيب. شفتوا كيف؟ بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير طبقات الكيك مع الجلي والكاستر. عندي 3/4 الكوب سكر، كوب ونص طحين، نص كوب زيت نباتي، ونص كوب مي، وثلاث بيضات. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط البيض بالجات، بحط السكر، وبحط هلا فوق السكر والبيض ملعقة صغيرة فانيلا. بحركهم مع بعض. بس حركتهم بحط المي، الزيت، بنخل الطحين، والبيكنج باودر. بحركهم مع بعض. بحط رشة خفيفة ملح. بحركهم مع بعض. أكيد عم حمل غاز على درجة حرارة 150 من الأسفل ومن الأعلى. بعد ما حركتهم منيح هلأ بحطهم بصينية. بسم الله. بعمل الصينية بهيدا الشكل.
معلقة بحطها بالفرن. هذا الكيك خلصناه، أخذ بالفرن حوالي نص ساعة. بدنا نبلش هلأ بطبقة الكاستر. عندي 3 أكواب حليب بهيدا الحجم، حطهم فوق بعض، و3 معالق ملانين كاستر، و3 معالق ملانين سكر. حركن مع بعض ليدوب الكاستر، برجع بحطن على الغاز وبحركن تحريك مستمر ليشتدوا مع بعض. بعد ما اشتد الكاستر بهيدا الشكل هلأ بحطن على الكيك. بسم الله. بدن نفس المستوى اكيد. هلأ بحطن على جنب ليصير الكاستر بحرارة الغرفة، وبرجع بحطن بالبراد ليسقعوا نص ساعة اقل شيء. لكفي الطريقة انا وياكن. هلأ بدنا نبلش انا وياكن باخر طبقة، طبقة الجلي. عندي 600 جرام فريز او فراولة، قطعت كل حبة لأربع قطع بهيدا الشكل، و150 جرام سكر. حطيت السكر مع الفريز، هلأ بحطن على الغاز وبحرك تحريك مستمر. بحرك بهيدا الشكل ليدوب السكر. بس دوب السكر بهيدا الشكل، هلأ بخفف الغاز وبتركن يغلو 5 دقايق مع بعض. 5 دقايق على نار خفيفة. هلأ بحط فوقن الجلي. بسم الله. حركة الجلي ليدوب. دب الجلي. هلأ بطفي الغاز. هلأ عندي كمان ظرفين جلي على فراولة، بحطهم فوق الفريز كمان. يعني صرت حاطة فوق الفريز 3 ظروف جلي على فراولة. هلأ كمان عندي 400 ميلي مي سخنة، كل ظرف حط له 200 ميلي مي سخنة. بحركن منيح مع بعض ليدوب الجلي. بتأكد من الجلي انه داب، بس داب بحط لكل ظرف كمان 200 ميلي مي مسقعة. بحركن تحريك مستمر لينخلطوا منيح بهيدا الشكل. اكيد الجلي بنمشي على الظرف اللي موجود عنا بالبيت. هلأ بحطن فوق الكاستر. بسم الله. هلأ بعد ما حطيت الجلي على الوجه بحطن على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطن بالبراد ليلة كاملة. بعد ما مرق ليلة كاملة على الجلي بالبراد وجمد منيح، هلأ بدي شوف كيف طلعوا انا وياكن. بشيل القطعة. هيدا الشكل النهائي، شفتوا ما اجمل شكلها؟ بتعقد كتير حلوة. هيدا الكيك اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو او يلي بيجرب الطريقة يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.